قصة زواج تحت رحمة فقر أصم. سليمة أم أولاد إبراهيم الثمانية تهدد بتركه. يا هاني نعافر فيها، قالت لي ما نقعدش هنا، قلت لها ولي ويندي ترندي، قالت لي دير لي دار، قلت لها دار أنا ويندي. سليمة هي زوجته الثانية، 30 سنة بين مطرقة الحاجة وسندان الفقر. إبراهيم الأب الذي رفض الجميع تشغيله لعجزه، أصم ولا مال لشراء السماعات، وبيت لا يصلح للعيش. سليمة قررت العمل في مطعم، لكن المقابل ليس مالا بل ما تبقى من فتاة الصحون. أطفال هذه العائلة أجبروا على ترك مقاعد الدراسة. الظروف القاسية والخجل من الفقر أنهك براءتهم. يكسبوك ياسمين، ما شاء الله. واش انت يا وشك متمنية تولي معلمة؟ هيا قولي لهم، قولي لهم الجزائر، قولي ماني باغي نولي معلمة، عاونوني باش ندير دار، باش ندير دار كيما كاع الجزائرية. ان شاء الله.